دريك ما كتشوفوا معاكم ار على فيديو جديد او رياكشن جديد الشباب. اليوم درنا عنه واحد رياكت على البلان ديال شنو وقع دري الياس الملكي وشوف النص ديال المغرب ولا نقدر نقول لكم الدري المغرب كان من ا دو زيرو. الدراري كيسينو شنو غيوقع فهمتوا مع الياس الملكي. هادشي هذا يا في صمت يا في واقع، وكاين فريمون الناس اللي خصهم يغرق في الحباسات، وكاين الناس فريمون اللي خصهم يخرج. هضرت بزاف على هادشي هذا الدراري، واهم حاجه غتعرفوا وغتكون شفتوها ولاحظتوها اللي في الفيديوهات اللي كنت هضرت بزاف على هادشي هذا في الاول الدراري، بلي هاد الفيديوهات هادو راه كنزولو مونيتيزاسيون فهمتوا بلان، باش ما خصنيش فريمون نستغل تقولوا مثلا كنستغل هادشي هذا ولا مثلا كاني غنربح فلوس ولا ما حد يجي مثلا كمثال، ما حد يجي حتى يكون الخبر ولا مثلا حتى يسالي هاد الشهاده تنكون دخلت واحد 1000 دولار. لا شنو كندير انا، راه كنزول المونيتيزاسيون الدراري من الفيديو. اذا لاحظتوا ملي كتدخلوا للفيديو راه قليل مثلا فاش كيطلع لكم شي اشهار ولا شي لعيبه، لحقاش اشهار اصلا فوق تكمل دونيشن ديال اليوتيوب راه صافي، راه كتبدا صافي فهمتوا، كتبدا تخلص راه صافي، كتبدا ديك الساعه تكمل، بعد ساعات كيطلعوا لك اشهارات واخا انت مزول المونيتيزاسيون. علاش؟ حيت براسك انت زولتيهم فهمتوا بلان، يعني بعد ساعات كيطلعوا لك اشهارات واحد ولا جوج بحال هكا. غا هو الدراري باش تعرفوا واحد البلان اللي بغيت نهضر انا فيه في هذا البلان بحال هكا. كما كتقولوا بزاف ديال الامازيغ فريمون راه سمحوا كنشوف لي كومونتير، واخا مثلا ما بقيتش كنفري الياس الملكي كنقولها في اخر ديال الفيديو ولا في الاول ديال الفيديو ديما. غا هو واحد البلان الدراري اللي كنشوف فرجات كنشوفو بزاف، كان بزاف ديال الامازيغ تعاطفوا معاه، ولكن بزاف ديال الامازيغ ما تعاطفوش زعما ما تعاطفوش معاه، خصوصا رجعنا كنشوف واحد خونا اخر اللي خرج عاود من الجنب رجع كيقول انا غندعيش كنقول لكم تسمحوا له بلانات بحال هكا. مع العلم اليوم الكينغز ليغ عدلت المنتخبات اللي مشاركين واللي باقي مشاركين تماك، منهم باقي المغرب، يعني الياس مازال لحد الان مازال ما تقصاش على ما اظن. كاين واحد الكونتاكت ما بين بيكي واللي مكلف ولا الماناجر ديال الياس، دابا شحال من واحد يقول الياس ما عندوش ماناجر ما عندوش المكلف، لا الياس عنده ماناجر ديالو، كاين الدراري مكلفين ما وراء الكواليس كما كنقولوا فهمتوا بلان، باش نكون واضحين الدراري. لحقاش هادشي هذا واخا يجيكم ساهل اولا مثلا واخا يجيكم غتخربق راه ماشي ساهل، راه ان فوا مثلا باش غاداك اللعيبه دي فلوسك من اليوتيوب من الكيك تعدل واحد الشراكه تهضر مع هذا تهضر مع هذا، خاصك بزاف ديال الناس اللي يقدروا يتوسطوا لك ويكونوا كيعرفوا في هاد الدومينات هاد. وفريمون كاين بنادم اللي كيسحب له هادشي هذا ساهل، وحنا للاسف عندنا في المغرب كان ناس كيخربقوا في اليوتيوب بزاف، روتيني اليوم لا فريمون بالبلاد اليوتيوب المغربي شي الايامات، وكان طلعت هي طوندونس يعني فيديو كيتلاح في النهار راه كيجيب واحد 200 300 كا باش نكون واضحين. غير من هاد الناحيه الدراري هادي راه كارثه عظمى كما كنقول. علاش؟ لحقاش هاد الشيء هذا هو اللي خلى الناس تشوف اليوتيوب بواحد النظره اللي خايبه، وبزاف ديال الاباء بعد ولادهم من اليوتيوب كانه ما فيه حتى شي لعبه وعندهم واحد النظره عليه اللي خايبه عليها الدراري، ومن حقهم طبعا كما كنقولوا حنا في اطار حدي ولدك ما يشوفش اي حاجه فهمتوا بلان، يعني من حقه طبعا، ولكن غاديك النظره اللي خايبه على اليوتيوب ماشي دي كلشي كيدير واحد الكونتنت اللي كيكون خايب. ابار الموضوع ديالنا اللي هو على الملكي، يعني بالنسبه للكونتنت ديالو راه بزاف ديال الناس اللي بعقلهم زعما كبارين كيتفرجوا فيه وكيعجبوه زعما الكاركتر ديالو، وبزاف الناس عاود اللي كبارين في السن وما كيعجبوهاش هادشي هذا، يعني لوجيكمون فهمتوا بلان. ها هو الانسان خصو يحدي ولادو، بالنسبه للناس اللي كيقولوا راه كيفلسنا ولادنا وشحال من حاجه باش نكونوا واضحين تري من هاد الناحيه هادي. ابار غنشوفوا دابا الدراري شنو البلان شنو وقع اليوم في المحكمه، المهم راه الصحافه دخلونا فيديوهات بزاف، غنحاولوا نرياكتي واحد الفيديو غنكون تكون عندنا واحد النظره الدراري سطحيه على هاد البلانات كاملين باش نسلط عليكم. غنبداو وفريق الياس الملكي كما كنقول ديما صراحه لحقاش ما يستاهلش هادشي كامل بالروج، ولا حيت عاد خرج عاد دخول وقع جو العرب بوحدهم. انا مولاد المغربي كنحب بلادك كنحب سيدنا الله ينصرو ملك البلاد الله يطول في عمره الله يشافي، حنا كاملين كنا مع ملك البلاد. والدري هذا كمواطن مغربي اللي هو الياس الملكي ضامن معايا وقف معايا وانت انا نوقف معاه من اتلزي من اتل زيد ومازال نوقف معاه، خليتهم يدير اضراب على الطعام ان شاء الله باذن الله. نور الدين عاود ضعف الدراري باش نكون واضحين ياكو لاحظتوه، حكم الله عاد تيحكم العبد باذن الله وان شاء الله. كنطلب من الله عز وجل يفرج على جميع المسلمين، اليزر ما ندير حتى شي حاجه، اليزر ما ندير حتى شي حاجه، ما ضرب حتى شي واحد، ماشي السبب سيدنا ولا انفصالي كيفرق البلاد ولا شي حاجه،
إلي كي تبغي بلادو مغربي، تبغي الملك ديالو، تبغي بلادو، تبغي الشعب المغربي كمواطن مغربي كيضحك فكاهي كونسيبت ديالو هذا. عجبني التضامن اللي دار الشنوي، فهمتو كيمشي كيدير بلاصه حتى لوجده ولا شبر شي قطيل تماك ولا شي لعيبه راه مزيان. ما قصرش شنو كيدير، الشخصيه ديالو، الشخصيه ديالو ولد الناس، الشخصيه ديالو ولد عائله كبيره، الشخصيه ديالو دري ظريف، دري مقبول، المغاربه كاملين كيحبوه. واخا دوك الناس كانوا كينتقدوني كانوا اعداء الوطن وكانوا بزاف الحوايج، حتى هما ولاو كيضاملوا مع الياس المالكي. علاش؟ السبب، السبب شافوا الاسود اللي هو منهم زياج، منهم منصيري، منهم خويا حكيمي، كلهم تضامنوا مع مواطن مغربي عادي. حنا كنا ولاد البلاد وكنا مغاربه، كنا كنتضاملوا بعضياتنا. انا الياس المالكي كنتضامن معاه وكنزيد نتضامن معاه وكنزيد نتضامن معاه، يبغى يوقع يوقع. نور الدين كيفاش دوزتوا؟ كيفاش دوزتوا هاد الايام؟ نور الدين كيفاش دوزتوا هاد الايام من بعد اعتقال ديال الياس؟ شوف انا بلا الياس المالكي كنت غادي نوض خدام، الحمد لله ربي جاب لنا الشفاء، الحمد لله ربي شافانا. قلت الله ربي سير جاي صحيحتي، واخا ماشي 100% ولكن الحمد لله على كل حال غادي الحمد لله بشويه بشويه، وانا غادي كنتحسن شويه بشويه الحمد لله، ويكون على خير ان شاء الله. الله يشافي جميع المسلمين والدري خونا وحبيبنا. انا ولد مدينه سيدي حي الغرب، وكنتضامن مع خويا في اي جلسه في اي دقيقه في اي ساعه في اي نهار. قالوا خاص يكون في حدود. علاش؟ كما قال كنتضامن مع خويا المغربي، كنتضامن كما قال سي توفال ديك المره، قال لك السيد غلط. حنا كلنا تنغلطوا، كلنا تنغلطوا في ثلاث مرحلات. المرحله الاولى شفناها هذه المرحله، المرحله الثانيه. علاش؟ شوف الدري اعتذر، الدري اعتذر للمغاربه، الدري عندهم مستقبل، الاعتذار ديالو مقبول. المستقبل ديال المغرب هو هذا. شنو هي هذه؟ المغاربه كامل كرة قدم. الله يرضي عليك. شوف لك نهضروا نهضروا له شي شنو المستقبل ديال المغرب 2024 2025 هي هذه كرة القدم، كأس إفريقيا في المغرب و 2006. لا بزاف ديال الناس الدراري ما عارفينش الإفكس. البارح، البارح هو هذاك شمن البارح. اليوم الدراري كان سيركل هيدا في الريلز، طلع لي واحد واحد البيبليسيتي ديال كينغز ليغ الدراري بالنسبة للمنتخبات اللي باقيين مشاركين فيها. بالنسبة شفت المنتخب المغربي أبار في الكومونتير الدراري، المغاربة بزاف كيكومونتيو، منهم شي ناس كبارين بين البروفيل ديالهم. دخلت كاين اللي داير البروفيل ديالو زعما تصورتو في البروفيل، هو البلان لحد الآن كيسولو في الكومونتير كيفاش داير هاد الدوري، كيف داير فين غيتلعب. يعني كاين اللي فريمون ما في خباروش، ولكن هادشي شكون اللي في خبارو الأوائل؟ دراري صغار. راه الكينغز ليغ هادي مثلا لا مشاو حتى الدواء، يعني المغرب راه شامتي كيما قال بيكي، راه قال شامتي اون بيبليك وان بيبليك كيما كنقولو. فاش كنطلع مع الياس المالكي هذاك البلان ديالك ان غيكون تنظيمات في المغرب، وهادشي هذا راه تنظم في المغرب. راه عرف بلي الشباب اللي كيقولوا كانهم الحلم ديالهم كره وداكشي، راه حتى واحد ما غيضيع. علاش؟ راه الكينغز ليغ راه داخله كتخلص، راه فيها الفلوس. انا نقول لك شامتي ديك الجمعيات راه غيرجعو مأطرين، غيرجعو كيلعبو بطولات حسن من ليكيبس ديال مثلا الرجاء وديال الوداد، حيت كيلعبو غا بطولات فهمتي وطني. راه كينغز ليغ مثلا دخلو فيها جمعيات، وهذا الفرق ديال الستريمر، هذا فرق ديال اليوتيوبر، هذا فرق عاد الدور فلوس معلم فهمتي، باش نكونو واضحين في هاد اللعيبة هادي. وغيرجعو حتى فرق كبار مثلا، ماشي دراري زعما ديال أقل مثلا ليسبوار مثلا ديال تطوان بحال هكا يقدروا يشاركوا طبعا، لحقاش غيشوفوا دايره فيها اعاقه، يعني بزاف ديال الحاجات. وعاد هي دابا انترناسيونال، يعني ملي تدخل مثلا تكتب kingsleague.com ولا kingsleague.es بحال هكا في جوجل، غطلع لك تدخل السيت ويب ديالهم، غتشوفوا الدراري بزاف ديال اللايفات بحال هكا تماك عنده، كيظهروا بزاف ديال الحاجات منهم. اللايفات ديالهم شحال كيضربوا فريمون، كتجبر اللايف ديالهم راه ضرب 500k 400k فهمتي بلان، على الاقل اوروبا كامله كتفرج، ماشي زعما كامله ولكن مور كاين واحد الاهميه. راه اليوتيوب غتدخل غتجبر مثلا البطوله الوطنيه، ولا ندخلوا مثلا حنا من الاولى فهمتي، في وسط الاولى غندخلوا بحال هكا غنشوفوا الماتشات، ما نجبروش حتى 50k مكموله ولا 60k كيتفرج، هي بالعكس 400k. يعني دات واحد الشهره اللي بزاف. اذا دخلت المغرب يقدر بنادم يكون كيساين غير الماتشات ديال كينغز ليغ، باش نكونوا واضحين. 29 كاس العالم في امريكان، 2030 ان شاء الله المونديال في المغرب. شنو هو سيدنا؟ سيدنا عنده مستقبل هو كرة القدم. شافوا خونا وحبيبنا عيط له، اللي هو نجم كبير، اللي هو نجم كبير،
سباليوني قلبه كبير لعيب لعيب نجم احنا نقول نجم كبير فهمتيني نقولوا احنا بيكي كاع جميع كاين اكثر من ميسي ميسي براسو ميسي براسو تساهل معنا علاش دامن معنا علاش على في القلب ديالنا بيض على في القلب ديالنا احنا غير طالقين كونسيرت شنو واش كيشوف الريالات ديال الفيسبوك مسيري 40 فرجة عي فرجة الحمد لله ما عمرش واحد مات في الحبس انا كنت شفا انا باغي نطيح خوك المسلم انا شارك للدين واحد الشريف اكيد دار معاك مغربي تنحب الشعب المغربي تنحب سيد الله ينصرو داخل الوطن وخارج الوطن مناضل معايا الاخ السي محمد التوفالي مش حايدو عليك تلاحظوا لهاد البلاد حنا ما كنفرقوش البلاد ولي ندير هاد الفتله كامله شكون يدير هاد الفتله مال الانفصاليين اهدى الوطن ديال السيد الله ينصرو صادقيات اللي عايشه في الصحراء هما اللي نديروا بازات كيغرقوا في الياس المالكي اما المغاربه الاحرار اقسم بالله العظيم المغاربه عصاق قلبهم زوين قلبهم متسامح كلشي كيسمح كلشي كتشكاشو الله عز وجل كيسمح بقى العبد انا كنا غلطوا الشريف انا درت غلط واحد 12 ساعه وانا طالق اللايف 12 ساعه هذه تدقيقات حرم ليا كلشي انت اللي كتقول اه الشيخ تبقى على السلح حنا كلنا مغاربه شنو خوتنا الشمالية خوتنا ريفا خوتنا الغربة وخوتنا العالم كامل حنا شاركنا دين واحد كنا مسلمين لا نفرقوا في الراية ونقربوا هذا الحمد لله يا الشيخ حنا أرض راية مغربية راية مغربية أرض مغربية أرض مغربية راه قال إلياس المالكي قال كنتسنى حنا مع سيدنا أوكي راه شي حاجة الله أعلم راه الصحراء ما غدتش تطلع مغربية باش ما بغاو أنا في عمري شفت إلياس المالكي طيح في سيدنا صاحبي وكاين ولاد حرام ولاد حرام كيلعب اخباركم الدراري بالديسكريبت راه الياس كان بالديسكريبت كامل على قبل فهمتي حيت السكريبت ديال شنو كيقولوا ديال كينكس ليغ ما قالولوش كانه يقول داك بغينا نفرحوا سيدنا فهمتي وشلتي نهديو الكوب لسيد لا قالوا له فهمتي المغرب غنجيو لاجل الفوز صافي بركه بحال هكا سكريبت خفيف غير الياس رفض داك السكريبت اللي عطاو له كينكس ليغ وكتب واحد اخر من عنده تعرفهم تماك اللي كيضاملوا غيطيحوا الياس ما كيقولوا الصحراء غربيه تعرفهم بواحد بواحد الصحراء مغربيه الصحراء مغربيه والمغاربه الاحرار راه قال عاوتاني الاخ تشوف هذا الدراري ندخلوا باش نوري لكم خصني نخرج شفتي بلاتي هنا ام ا حلوه لون جبره الدراري مروان حركة اول ما نقدرش نجبرها واقعي والله ما نعرف لازم نعمل بوان لا هو جبرت هو الدراري مارون ناسي هو هذا شوف الدراري هذا الفيديو هذا كامل وغتعرفوا البلان كامل فهمتوا هاو نحن جاهزون لنزار جئنا للفوز كانت هذه الجمله اللي تعطات الياس من اداره البطوله اش تكون في اعلان الفارغ الفيديو اللي كنا عارفين انه غادي يتشاف من مختلف بقاع العالم نحن اسود الاطلس ممثل المغرب نحن جاهزون لنزار جئنا للفوز كانت هذه نحن اسود الاطلس نمثل المغرب نحن جاهزون لنزار جئنا لنفوز صافي شكرا لك على شنو على شكرا لك مع هذا سيكون لدينا كل شيء للفيديو ان شاء الله اسف على الازعاج زعما هذا هو السكريبت اللي صايبتو لهم كينكس ليغ فهمتوا الجمله اللي تعطات الياس من اداره البطوله باش تكون في اعلان الفارغ الفيديو اللي كنا عارفين انه غادي يتشاف من مختلف بقاع العالم وهذا الشيء لا الشوط راه من بعد الياس شاف السكريبت ورفضه ما بغاش يفوت فرصه بحال هذه السكريبت هذا ترفض من الياس باش تعرف ديك الهبال ديالو اللي كتشوفوا انتم فهمتي بحال هكا في الشاشه راه غير رفض هذا الشيء هذا تخيل واحد بنادم كيحلم يهضر مع بيكي جالو داكشي رفضو شحال انا خصني نعرف باش يبين للعالم مدى حب الملك والبلاد ودار داكشي اللي سمعوا اكثر من 8 مليون الناس في الحساب الرسمي ديالو بلا حتى شي مقابل جينا الهدف واحد الفوز نرجعوا اللقب لشعبنا ولملكنا من طنجة للقويرة ديما مغرب حوايج بصعب حتى واحد ما عرف حيت كيدوزو في الكواليس لكن كيبان لي هذا هو الوقت تعرفوهم خصوصا اللي باقي كيشك انه الياس عنده في دماغه ذره ديال التفريق بحال مثلا تحذيره من انه شي نهار يغلط الفريق التقني ديال البطوله في شي فيديو حط الخريطه بالخط الوهمي للانفصاليين معطى دقيق جدا ما يفكر فيه
غير اللي عنده غيره وحب كبير لهاد البلاد الشريفه. هادشي والو قدام بزاف ديال المواقف اللي اغلبكم عاشها معاه في ستريمات ديالو. الا درت هاد الفيديو غير باش نشاد صافي شي احد اقرب الاصدقاء ليه انه الياس عمرو قصد الاهانه في ستريمات ديالو لشي حد او شي جهه. الياس القلب الكبير اللي كيبغي المغاربه كاملين حتى هما بينوا ليه الحب في هاد المحنه. الياس مغربي وبالنسبه ليهم شرف كبير انه يكون معاهم في البطوله ضامنين معاه حيت عرفوا انه مقاس شي حاجة واستنجوا من المواقف السابقة حب كبير للبلاد. إن شاء الله القانون اللي فوقنا كاملين يعطي لكل واحد حقه ويرجع إلياس لعائلته والدي اللي تكرفصوا بزاف هاد المحنة قوته ويرجع لينا كاملين نحن. انتوما شفتوا الدراري البلاد ياك غالي مساد واش متقولوش أنا كنهضر من فراغ ميح كريم. حنا بغينا ولد بلادنا بغينا نمثل المغرب. حنا بغينا ولد بلادنا بغينا ندفعوا به. انا بغينا ولد بلادنا اللي هو دكاني حر وانا غرباوي كنتعامل معاه. العشره الصغار لا شوف كلشي كيغلط كلشي كيغلط كلشي كيغلط والله سبحانه وتعالى ولا كيغلط. انا زعما ما غلطتش. انا غلطت انا غلطت بزاف. انت غلطت في الوقت الى الضوء كنتي هذيك كنتي كتمشي. لا لا ما كنتضبطو انا كاع. انا الياس مالكي اول حاجه عاد يضحك كنتضبطو كنت عيط قلبو بيا خويا شنو واش لا الياس مالكي كيعاون الناس الحاوز وكيعاون اي واحد فحالو واش كيعاونو الياس. شوف الياس مغاربه تحياتي لهاد الصحافه هادو اللي جاو راه ناري تشوف تشوف تفا تماك كانوا تيحبوه ابارك المنافقين تحكي في الكومونتيرات هادوك ماشي نشوف انا الدراري يبقاو معايا يبقاو معايا كونتاكت مع الدراري ديسكورد. الدراري كانوا حاضره تماك فهمتوا بالله يا ديك ماشي يقولوا لي شنو والله ديك اللعبه ديال انزبلات شي مغاربه هادوك الفيصاليين اللي تيبغوا الفتنه في البلاد. اما المغاربه الاحرار تيقول الله يطلق سراحه ويطلق سراح جميع المسلمين. امين يا ربي امين. شي مسلم بلاتي بلاتي ما نبغيش على شي مسلم يكون داخل السجن. راه السيد يوسف ودو السجن والمسلمين كامل داو على سيدنا يوسف. شوف انا هادو لا ما قلتش انا معايا الصديق ديالي خويا حبيبي راه كيما هضر انا كنهضر انا. خويا شنو واش بغيت تقول الاعداء ديال الياس اللي باغي نطيحو؟ اعداء نقول لكم الله يهديكم ما كاينش اعداء. هاد الصحافي هذا واقيلا 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 من اشواقع برافو كيحشي الهضره هادو فهمت ديال الجهه. الاعداء واقفين اصاحبي شوفوا اعدو يخرج بوش ويقول شنو كاين. اسمع اسمع اما باش تخرج قتل القلا ديالك وتبين الصوره ديالك. شوف 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 اسمع لي اسمع لي انا اليوم اخوان اخوان شوف شوف الرساله ديالنا شوف الرساله ديالنا كبيره اليوم رسالتنا واضحه. واش سالي سالي صور معايا سالي صور معايا قبل من هادشي كامل. حنا جينا لهنا حنا ولاد الغرب وجينا للدكاله وتحيه للدكاله كاملين. الرساله ديالنا اليوم شنو هي؟ من امام المحكمه والاحترام التام لكافه الاحكام الصادره على هذه المحكمه الموقره لاننا حنا اليوم ماشي تنطعنوا في عمل المحكمه او نتدخل في عمل القضاء ولكن الرساله اللي جينا نوصلوا اليوم وهي رساله اللي خصنا نحافظوا عليها وخاص نحافظ عليها هذا الوطن. هذا الوطن المهدد من الاقارب ومن الاباعد اللي ما عارف الناس كثير من الجهال هو وحده البلاد اللي سيدنا محمد السادس دمر حياته من اجل الحفاظ عليها. نجيو اليوم بقضيه صغيره نبقاو نكبروا فيها اعلاميا ونفرقوا ما بين مكونين ثقيلين داخل الدوله المغربيه المكون الامازيغي والمكون المغربي العربي. ما فين عمرنا شلنا من يامات الحسن الثاني من يامات محمد الخامس نقولوا الامازيغ ونقول رايه وحده. قال الحسن الثاني رحمه الله قال جدنا الحسن الثاني الملك ديال البلاد والاب ديال محمد السادس حفظه الله قال المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها حتى يرث الله الارض ومن عليها. وقال ايضا الحسن الثاني ان المغرب علمه ورمز سيادته رايه حمراء تتوسطها نجمه خضراء. اذا هنا سدت مدام الدراري هنا كيوقف الفيديو هنا ما نقدرش نزيد لحقاش خاتمه الموضوع بالنسبه لي انا هي هذه الدراري. وا صاحبي موضوع هذا فهمتي خصو وقت بزاف كاع
ميمكنش ميمكنش حتى دابا حتى البلان كان طالب عاود شمتك انه يخرج والو ما خلاوهش رفضوا له وعاود ثاني الجلسه تعطلت حتى 19 في الشهر نطلع واحد الدراري انسينو صافي ولكن ديما فري الياس الملك باش كل واضح كيما كتشوفوا هذا هو الفيديو عجبكم تابوناو ديروا لايك فعلوا جرس خليكم دري دابا يلا